السلام عليكم وزالات، مرحبا بكم في لاشين دي غازيل. فيديو اليوم غيكون خفيف ظريف، نتقاسموا معكم طريقة تحضير هاد الحريشات اللي محشيين بالبصلة والزيتون الأسود وبالفرماج. المهم فيهم واحد الحشوة رائعة بزاف. هنا قدمناهم على جوج شكيلات، شكيل كما تتشوفوا هذا اللي درنا الحشوة في الوسط، هانتوما يا ها هو يا، وهاد الشكيل الثاني اللي درنا الحشوه خلطناها مع العجين. عاد تشوفوا معنا دابا المراحل وطريقه الاعداد ديالهم من ايدين ماما. نتمنى ان هاد لا فيديو ينال اعجابكم، ونتمنى فعلا ان هاد الطبق هذا تجربوه، راه رائع بزاف بزاف بزاف. اول حاجه غادي نبداو فيها هو نحضروا العجين اللي ضروري خصنا نحضروه ونخليه يرتاح شويه، ياك ماما؟ ايه. علاش؟ باش تشرب، حيت خصنا نديرو فيها شويه نخليوها جاريه باش تشرب لينا. خليوها واحد 10 دقائق على ما تشرب لينا ونعمروها. اييه. اشنو غنحتاجو في هاد العجين؟ عندنا نص كيلو ديال السميده رقيقه وي وباكيه ديال الخميره ديال الحلوه، وعندنا واحد المعلقه صغيره ديال السنيده، وعندنا قبيصه ديال الملح، وردوا بالنا من الملح على حسب الزيتون والفرماج مالح مالحين. وعندنا زيت الزيتون تقريبا هاد نص كيلو، تقريبا جايه نص كاس ديال زيت الزيتون. وي اي. وعندنا المدافي باش نجمعوا العجين. صافي نبداو على بركه الله. اييه. عندنا هنايا راني عيني ميزاني، عندنا هنا ضروري خصنا نديروا زيت الزيتون هو الاولاني باش كتبسبس لينا، باش ما يدخلش فيها هذاك الماء وتولي لينا معجنه. دابا تقريبا راه نص كاس من دوك الصغار ديال زيت الزيتون، كنزيدو هذيك القبيصه ديال الملح. صافي. وكناخذو كنبسبسو السميده ديالنا، نحاولو داك الزيت ندخلوه في كل شيء. اييه، تتلبس لينا السميده بهذيك هذاك الزيت. كما شفتو ماما هنا دارت عينها ميزانها، ولكن تقريبا كي قالت نص كاس تاع الزيت. انا اغلبيه كندير غير عيني ميزاني، ما كنزعم ما كنعبرش الوصفات اللي مولفاهم كنديرهم ديما، وداك الشيء راه كندير غير عيني ميزاني. ناخذ ديك معلقه صغيره ديال السنيده، صافي. هنا راه كلشي داك الزيت دخل فيها، غنضيفوا ديك الخميره ديال الحلوه. نبداو نزيدو الماء، دابا ها هي ها هي ياشي القوام ديالها، راها جارية شوية. شحال تقريبا ديال الماء هزات لك؟ هزات ليا ثلاثة د الكيسان ديال الماء، ديال بقياس الكاس ديال العنبة. كيسان عامرين؟ عامرين. هي ثلاثة ديال الكيسان هزت ليا، ثلاثة ديال الكيسان بالنسبة لنص كيلو ديال السميدة رقيق. ولكن كل واحد وعلى سبعة تاني السميدة ديالو، داكشي مهم خاصها تكون بحال ما هكا. أيا تكون مطلوقة شوية، تكون جارية بحال ما هكا. أيا غادي نخليوها ترتاح، وغادي نمشيو نوجدو ديك الحشوة ديالنا. أيا هي المكونات ديال الحشوة دابا. أشنا هي؟ عندنا هنايا تقريبا واحد البصلة كبيرة ولا جوجات صغار، قطعناهم مربعات صغار وشحرناهم بشويه ديال الزيت الزيتون اولا شويه ديال الزبده. وي عندنا هنا واحد الفلفله حمراء كبيره مقطعه وتا هي مشحره، قطعناها بحال هكا مربعات. هانتوما يا. عندنا هنايا تقريبا واحد نص رابعه ديال الزيتون كحل، حيد ليا العظم وطحناه مع شويه ديال الزيت الزيتون. هاد الزيتون هذا عندنا حنا ديال الدار. اييه. وعندنا ربعه القطاع ديال الفرماج، شويه ديال الابزار. ايوا شويه ديال الابزار، هذاك راه غنديروه ملي نخلطوا الحشوه. غادي ناخذوا البصله ديالنا، نزيدوا عليها الفلفله، نزيدوا الزيتون، ونزيدوا القطع ديال الفرماج. نزيدو واحد الراس معلقه ديال الابزار غير شويه. بالنسبه للملح ما غاديش تضيفيه؟ لا الملح ما غاديش نضيفها، حيت راه الزيتون عندنا مالح والفرماج، والفرماج حتى هو راه ولا بدا كيكون شويه مالح. صافي غادي نخلطوا هذه الحشوه هذه. بالنسبه للبصله والفلفله مشحرامين، شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال شحروه حتى كيطيبوا مزيان مزيان، غير شويه حتى كينزلوا لينا
صافي حيت ما باقا مازال تابعهم الطياب في الفران. في الفران دونك نخلطوا هاد المكونات هذه. كما تشوفوا معنا حنا كملنا وجدنا كلشي المكونات. هنا ها هي العجينه راه ارتاحت واحد شويه وشربات. الحشوه راه كما شفتوا وجدناها مع بعضياتنا خلطناها. هنايا هذه السميده اللي غادي تدوزي فيها واقيلا هي كي اييه هاد الغليقه شديناها دهناها بالزيت هي اللي غادي باش كتعطينا القياس ديال سميتو ديال الحرشات يجيونا مقادين مقاد. فهاد الاثناء درنا المقله تتسخن غادي نوجدوا نشدو هنايا نديروه هكايا. هاد الغطايه راه دهناها بشويه ديال الزيت رشيتي عليها بحال ما كنتي سميتها. ناخذ القياس ديالنا القياس ديالنا ديال الحريشات كنجمعوا حاولوا نجمعوا الجوانب كلهم ديالها حتى تخبى لينا هذيك الحشوه حتى تخبى لينا هذيك الحشوه تخبى لينا اي خبيناها دابا سميتو هنايا هذه راه درنا عليها السميده نبقاو حتى نقادوها مزيان كنزيدو ندردرو شويه ديال السميده على حساب المقله ودابا كنمشيو نقلبوها في المقله المقله ديالنا دابا راها سخونه سميتو المقله ديالنا كندردرو عليها واحد شويه ديال هذه بالنسبه لينا هذه السميده بدات كتحمر نعرفوا المقله ديالنا راه سخنات هي كنعمرو دوك الجوانب كلشي كنعمروهم كنزيدو واحد شويه ديال السميده رقيقه كنقادو باليد ديالنا هانتوما كما تشوفوا معنا تنرشوا هاد الغليقه هادي بالسميده مزيان اييه كديروا هكا شويه ديال السميده خليوها فيها اييه حيت العجينه مرخوفه شوف العجينه كيفاش دايره عيني ميزاني راني كعارفه دابا القياس ديالي انا عارفه ديال الحريشات باش يجيونا مقادين كناخذوا حشو غنحطوه هنا في الوسط تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الحشوه غير نصغروها نزيدوا الغلاقه تكون صغيره بغينا نكبروها الغلاقه تكون كبيره وهي من الاحسن تكونوا صغار بحال ما هكا متوسطين كنحطوه هنا في السميده كندوروا هكا شويه في السميده ما نخافوش زعما راه غدا تجينا قاصحه حيت هي مرخوفه دابا كنقادو باليد ديالنا وتنقلبوها في المقلة وتنقلبوها ديريكت في المقلة صافي بقاو يطيبوا على الجوايه بجوج ممكن ندهنوهم بشويه ديال الزبده ياك ماما ولا ممكن زعما الا بغيناهم يجيونا رطبين كثر ندهنوا لهم الوجه ديالهم بشويه ديال الزبده من الاحسن انا كنخليهم غير هكاك هنايا بالنسبه للمقله رشيتيها بشويه ديال السميده اون فوا بدات تتبان لك ديك السميده بدات تتحمر صافي نعرف راه هذاك بديتي ترميها اييه هانتي هذه راه مازال ما قلبناهاش خليوها شويه حتى كتدير صافي حتى كيتحمروا صافي راه حنايا كنهزوهم مازال والجزء الاخير غادي نديرو واحد الطريقه اخرى اللي هي غادي نخلطو هاد الحشوه كنخلطوها مع العجين الجزء الثاني غادي ديري اييه الجزء الاخراني النص ديال داك العجين غادي نديرو معاه بحال ما هكايا نخلطو الحشوه هي دابا خلطنا كلشي حشوه مع العجين غادي ناخذوا
شويه ديال العجين شويه نحطوه في السميده نديرو في هذيك الغليقه النيت دابا غادي نديروها في المقله ديالنا سخونه وهذا هو الشكل النهائي ديالهم هانتوما هادو اللي خلطنا معاهم الحشوه وهذوك اللي جات الحشوه في وسط منهم هما كيفاش تيجيو قسمناهم لكم باش تشوفوهم في الداخل ديالهم تبارك الله عليك ماما الله يبارك فيك صحه المهم جوج تشكيلات نوعوهم راه مزيانين في الفطور ديال رمضان كيجيو لذاذ ما نقولش لكم هانتوما كيفاش رطبين شوفي كيفاش رطبه كيفاش رطبين شوفي كيجاو زعما كنا جاو غزالي ما نقولش لكم والحشوه صحية اصلا فيها مجموعه ديال داك الشرموله وداك الشيء أيه. والقدر دابا دايرينهم فرديين نقدروا نديروها ماشي فرديا نديروها وحده أيه. عشويه خاصه شويه ديال التقنيه شويه الا بغينا نديروها كبيره هذا مرات كندير انا الخضار النيت وكنديرها كبيره كتجيني ثاني غزاله وكنقطعوها طريفات اييه وبالصحه والراحه هذه اللي مخلطه مع الزيتون حتى هي ما نقولش لكم جات رطبه الزيتون وبالفلفله والبصيله وزيت الزيتون ما نقولش لكم كيجيو رائعين نتمنوا على الله تجربوهم ايوا انا تقاسمت معكم هذا النهار هذه الوصفه هذه اللي ممكن تزينوا بها مائده الافطار ديالكم في شهر رمضان وكذلك في الايام العاديه تحطوها في الفطور ولا في البوتي ما نقول لكمش تيجيو لذادين بزاف وحاجه صحيه وفيهم داك الزيتون ديال الدار نتمنى فعلا انكم تجربوهم غينالوا الاعجاب ديالكم وهنا غنختموا لا فيديو ديالنا ياك ماما اييه بالصحه والراحه نتمنى فعلا انكم تجربوهم شوفوا كيفاش تيجيو من الداخل اييه ها مايا ها مايا واش قطعوهم هانتوما يا شوفوا هما باقيين سخان عندنا حنا هادو يلاه حيدناهم من المقله نتمنى فعلا انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم نخليكم انا في امان الله على بروشين فيديو ان شاء الله السلام عليكم ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات ديالكم